أنا جوري إبراهيم الجهني من إدارة تعليم المدينة المنورة. أنا مرة متحمسة إني عندي الفرصة إني أمثل المملكة في مسابقة آيسف، مسابقة بحث علمي، لأن أنا أحب البحث العلمي وأبغى أبين شغلي للعالم وأخلي الوطن فخور فيا. طموحي في هذه المسابقة إني أحقق جوائز كبرى وجوائز خاصة، وإني أخلي الوطن فخور فيا، وإني أبين إنه السعودية قوية في مجال البحث العلمي. مشروعي هو عن developing a deep learning system for cultural based emotion recognition and awareness. اخترت هذا المشروع لأن أنا أحب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي منه في مجال هو emotionally aware AI، هو مجال جدا منتشر حول العالم، وأنا حبيت إني أستكشف وأتعلم عنه، والحمد لله وصلت لهذا النتيجة. أول الناس اللي ساعدوني هم كانوا ماما وبابا، ومن بعدها مؤسسة موهبة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والناس اللي كانت حولي لما سويت بحثي، والدكاترة وكل الناس اللي ساعدوني إني أقدر أسوي هذا البحث. أنا من أول وأنا أحب البحث العلمي، فمن تقريبا قبل سنة حطيت هدف في بالي إني أبغى أشتغل في الذكاء الاصطناعي، وإني لو قدرت حشارك في هذا البحث في إبداع. فجلست من تقريبا عام السنة الماضية الإجازة الصيفية كلها وأنا أشتغل على بحثي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والحمد لله إني قدرت أحقق النتائج وأسوي بحث وأسوي أوراق ونتائج وتجارب وهذه الأشياء عشان أقدر يعني أستخدم هذا البحث في إبداع، وإني أقدر أتعلم عن الذكاء الصناعي بشكل أكثر.